وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات. سيد فارس، بعد التحية، نصف مليون سائح خسرتهم البتراء في النصف الأول من العام الحالي، كيف تقرأ هذه الأرقام؟ شكرا لكم على الاستضافة سيدي. طبعا قبل أن أبدأ بأي شيء أود أن أقول بأنه هذا التراجع كان بسبب الحرب على أهلنا في قطاع غزة. منذ بدأت الحرب بدأت البتراء تخسر الحجوزات يعني التي كانت مسجلة لدى الفنادق في مدينة البتراء. لغاية الآن نتيجة هذه التراجعات المتتالية وإلغاء الحجوزات تم إغلاق أكثر من 28 فندق بسعة غرف تتجاوز 1000 غرفة فندقية، وهناك عدد أيضا من الفنادق يعمل بطاقة متواضعة جدا وبعدد موظفين قليل جدا. تم تسريح أكثر من 300 عامل من عمال هذه الفنادق نتيجة عدم وجود حجوزات. هذا طبعا مؤشر لينعكس على بقية القطاعات مثل قطاع المطاعم، بائعي التحف، مزودي الخدمات، الرواحل، جميع الخدمات المساندة للعملية السياحية. إحنا الأساس في زوار البتراء سيدي هو الزوار الأجانب، لأنه عادة مثلا في عام 2023 بالمجمل زار البتراء نحو 40 ألف عربي ونحو 140 ألف تقريبا أردني، لكن 87% من زوار مدينة البتراء كانوا أجانب من الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية. بلغ عدد الأجانب في النصف الأول خلال الستة أشهر الأولى من عام 23 حوالي 606 ألف، بينما خلال الأشهر الستة الأولى من عام 24 حوالي 147 ألف، وهذا تراجع كبير بنسبة 76% بأعداد الزوار الأجانب التي تعتمد عليهم البتراء بشكل أساسي، لأن هؤلاء يدفعون تذكرة ب50 دينار وأيضا يمكثون ليلة تقريبا في البتراء. هؤلاء هم مصدر الدخل الرئيسي لقطاع السياحة في البتراء. الآن الدروس التي تعلمناها من هذا الحال هي أن نتوجه إلى أسواق جديدة تكون أقل حساسية للظروف الأمنية الإقليمية التي تحيط بالأردن، بحيث أنه عندما تحدث أزمة، وبالمناسبة يعني إذا نظرنا للموضوع منذ عام 1990 وحتى الآن تقريبا كل سنتين في مشكلة إقليمية تنعكس سلبا على السياحة في الأردن وخصوصا على مدينة البتراء. البتراء نتيجة هذه الحرب هي ثاني أكثر مكان تعرض للضرر بعد غزة من خلال تراجع السياح وإلغاء الحجوزات وغيرها من النشاطات المرتبطة بها. فالاستهداف أسواق جديدة مهم جدا مثل السوق الصيني، الإندونيسي، الماليزي، الهندي، الباكستاني، هذه الأسواق مهمة جدا، الأسواق الأفريقية أيضا وأسواق أمريكا اللاتينية. وقمنا بعدد من النشاطات، إحنا ب7/7 اللي هو الذكرى 17 للبتراء كأحد عجائب الدنيا السبعة، دعونا سفراء الدول الموجودة في الأردن لنطلعهم على واقع الحال من فترة الأمان والتنظيم وما إلى ذلك، لكي ينقلوا هذه الصورة لبلدانهم، لأن العديد منها لا زال يضع الأردن على قائمة الدول التي لا تشجع دولهم على زيارتها، لتغيير هذه النظرة. والإشي الآخر أيضا الدروس التي تعلمناها أن نركز على أنواع سياحات مختلفة عن السياحة الثقافية التي اعتمدنا عليها طيلة العقود الماضية، يعني نبني عليها ونضيف لها السياحة الدينية بشقيها الإسلامي والمسيحي، وسياحة المغامرة وسياحة الاستشفاء والتعافي التي تتلو السياحة العلاجية. هذه جميعها طبعا إضافة إلى أنواع أخرى من السياحة المتخصصة مثل السياحة الفلكية وسياحة القوافل والسياحة الزراعية والبيئية وسياحة التجارب الليلية والتجارب البدوية. هذه جميعها نقوم بتطويرها الآن في البتراء لكي تكون برامج تشجع على إطالة أمد إقامة الزائر في البتراء. اليوم احنا بنحكي عن معدل الإقامة 1.2 ليلة، نتأمل أن نصل بها إلى ليلتين خلال سنتين زمان، ومن خلال النشاطات التي سيتم أو البرامج السياحية والتجارب السياحية الجديدة والمنتجات السياحية الجديدة التي يتم تقديمها للزوار. نعم سيد فارس، إذا ما تحدثنا
عن دور سلطة إقليم البتراء اليوم لتخفيف من وطأة وتأثير التراجع في أعداد السياح للعاملين والمستثمرين في القطاع السياحي في البتراء؟ احنا قمنا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون بإعادة جدولة ديون ومستحقات على القطاع السياحي من جانب للسلطة، وقمنا أيضا بإعادة كتابة العقود من مع الذين يستأجرون من السلطة، من سواء كان في المركز التجاري أو في الأسواق الأخرى، واعتبار أجرة عام 2024 دينار واحد فقط، لأنه نحن نشعر بأنه هؤلاء هم أكثر الناس ضرراً، خصوصاً الفنادق والمطاعم، وعليهم كلف إدامة. فهذا ما تمكننا من عمله كسلطة بشكل مباشر ومن ضمن صلاحياتنا. الشيء الآخر، قمنا بترتيب عدد من اللقاءات مع ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي ومعالي وزيرة العمل بصفتها رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي لتقسيط المستحقات على المنشآت السياحية في مدينة البتراء، وتم الاتفاق على ذلك، وقامت بعض المنشآت بالتواصل مع ضريبة الدخل ومع الضمان الاجتماعي لجدولة هذه المستحقات اعتبارا 1/1/25 وعلى فترات زمنية طويلة بحيث لا ترهق كاهل هذه المنشآت. ولا زلنا نعمل مع البنك المركزي، هناك سيكون لقاء لمحاولة التفاهم مع البنوك التجارية لإعادة جدولة الديون المستحقة على المنشآت السياحية في مدينة البتراء، خصوصا أنه البتراء فيها اليوم أكثر من 80 فندق، ويبنى فيها الآن على الرغم من هذه الأزمة 1400 غرفة صندوقية جديدة، وأكثر من 90% من هذه الفنادق يتم بناءها من قبل أبناء لواء البتراء أنفسهم، هي استثمارات لهم. ونقدر نحن الاستثمارات الموجودة في البتراء، في لواء البتراء خصوصا في مدينة وادي موسى، بأكثر من نصف مليار دينار، منشآت فندقية ومنشآت سياحية مختلفة. نعم سيد فارس، وفق المعطيات الحالية، ما هي توقعاتك بما يتعلق بالنصف الثاني من العام الحالي؟ لا نتوقع أن يعني ما دام الحرب دائرة ولا زال هناك يعني توقعات أن يعني تستمر ولا أحد يعرف متى ستنتهي، ستكون نسبة أو عدد الزوار متدني. إحنا كنا نستقبل أكثر من 3000 زائر في اليوم من كافة الجنسيات ما فيهم العرب والأردنيين، لكن هذا اليوم إحنا نستقبل 200 و400 و300، وهو عدد متدني جدا، وتركيزنا على السياحة الأجنبية التي تراجعت بشكل كبير جدا. نحن لا نتوقع بأحسن الظروف أن يصل العدد إلى 350 ألف زائر أجنبي بنهاية هذا العام، حتى لو انتهت الحرب ويعني تم تنشيط الحركة السياحية مرة أخرى في موسم الخريف. نعم. يعني قد لا نتجاوز الأرقام يعني 350 ألف زائر، وهذا سيتركنا في البتراء بعجز بالنفقات الجارية بنحو 4 مليون دينار تقريبا، ولا يوجد تمويل للنفقات الرأسمالية التي. نعم سيد فارس، هذا مليون دينار. نعم هذا العجز الذي ذكرته قبل قليل، هل سيؤثر على المشاريع السياحية التي كان من المنوي إقامتها، أو مشاريع قائمة كان من المنوي تطويرها؟ هل توقفت هذه المشاريع؟ هل تم تأجيلها؟ نعم نحن لا يوجد لدينا تمويل لطرح هذه المشاريع أو لاستكمالها، فما نسعى إليه الآن هو فقط تغطية النفقات الجارية التي تبلغ 12 مليون و600 ألف دينار، ولا يوجد لدينا تمويل للمشاريع الرأسمالية والمشاريع الاستثمارية التي كانت على خططنا بكلفة 22 مليون دينار مشاريع رأسمالية تنموية، وهناك أيضا مشاريع أخرى تتعلق بخطة سيادة القانون والتنمية التي قمنا بإعدادها نتيجة حملة سيادة القانون التي نفذناها ب 4/12/2023. نعم شكرا لك رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات على كل هذه التفاصيل.